لاتصالنا بالاستاذ عمرو غنيمه مدير مكتب الاهرام بالسويس. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على سيادتك. والحقيقه عايزين نعرف منك اكتر عن مشروعات استثماريه، وهل هناك مشروعات استثماريه؟ والكلام يمكن النهارده وعاملين يمكن نقرا شويه عناوين الجرايد مع بعض، واهتمام القياده السياسيه هذه الايام بالاستثمار في المجال الصناعي، وشفنا يمكن افتتاحات غير عاديه خلال الايام اللي فاتت في المجال الصناعي. وعايزين نتكلم على الاخص في منطقه قناه السويس، وما هي المشروعات الاستثمارية المستقبلية المخطط لها في هذه المنطقة؟ شو حضرتك، الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، الرئيس فتاح السيسي أصدر قرار لها بولاية على 460 كيلو متر مربع في السويس والإسماعيلية وبورسعيد. السويس طبعا في منطقة السخنة، جنوب سيناء في منطقة الطور، في منطقة الإسماعيلية، في منطقة بورسعيد في شرق التفريعة، في منطقة السويس تحديدا السخنة هناك مشروع عملاق كبير، وهو ترفيق 10 كيلو متر مربع لإحدى شركات الوطنية لعملية المطور، بيسموه المطور. المطور ده في مجال التعمير ومجال الصناعه، ان هو يرفق اراضي وبعدين يطرحها للمستثمرين. صح. الارض دي خلال سنتين حوالي 10 كيلو متر مربع بتستهدف اقامه 1000 مصنع. 1000 مصنع يعني بتتكلمي حضرتك متوسط كلمة 100,000 فرصة عمل. طب هنا يا استاذ عمرو، هنا بقى التركيز هنا في المصانع على الأولوية لإنتاج المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج. هنا كمان الرئيس شدد في نفس الوقت على ان تكون هناك قاعده بيانات متكامله باحتياجات السوق المحليه، وبالتالي ايضا احتياجات السوق العالمي. بالظبط حضرتك بتقول. كمان انا لسه راجع امبارح من منطقه الجلاله، ان الرئيس الفتاح السيسي مدي تعليمات ان عمليه ان انا اعمل عمليه اضافه للاقتصاد القومي، بمعنى ان انا لو عندي منطقه زي منطقه الجلاله فيها يعني بتشتهر بموضوع الرخام وموضوع المحاجر، فاقام مجمع كبير وشفته امبارح لعمليه اعاده تصنيع وتدوير الرخام، بدل ما كان بيتم تصديره للخارج خام بيتم تصنيعه واضافه للاقتصاد القومي، بحيث ان انا بدل ما كنت مثلا المتر بيتصدر ب 100 دولار، لا دلوقتي يتصدر ب 1000 دولار، ان انا بعمل عمليه تصنيع عليه سواء احتياج للسوق المحلي او سواء للتصدير في المجال نفسه. على وعلى ذكر التصدير استاذ عمرو، اسمح لي يعني الحقيقه عايزه يعني كده نركز شويه في كلامنا، وفكره الاهتمام اللي لفت الانتباه لي سياده الرئيس، ويمكن في خلال الاجتماع امبارح مع معالي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فكره التركيز على الصناعات والمنتجات اللي بيتم استيرادها من الخارج واللي بتخش كمنتج اساسي في الصناعات الاساسيه كمان. مش عايزه كلام، عشان كده انا بقول لحضرتك. طب انا هحدث لك كمان، انت فجرتي حاجه بالكلام اللي حضرتك بتقوليه. خلال ال 48 ساعه 72 ساعه اللي فاتوا، الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس لما زار الترسانه، ترسانه السويس البحريه، بيتم تصنيع لاول مره بتصنعي اسطول للصيد. وده هيتم خلال شهور قليلة تدشين أول 12 سفينة من هذا الأسطول. الأسطول استهدف إقامة 100 سفينة في ترسانات مصر، الترسانات المصرية، وبأيدي مصرية أنت بتصنعي، فبتطوري تطور كبير جدا في اللي أنت بتقوليه، بدل ما أنا بتطور كمان المركب الصيد وكده. لا ده طب أستاذ عمرو، هنا يعني قبل نختم مع حضرتك، يعني إحنا كنا بنتكلم هنا في البداية على طبعا تنسيق المراحل المختلفة في الثانوية العامة، وبنقول إن طلابنا بيتجهوا الى الكليات التقليديه. هنا لما بنتكلم على اقليم قناه السويس ووجود الجامعات الاهليه المختلفه، جامعه الجلاله وغيره، يعني اكيد طبعا هذه الجامعات سوف يكون فيها اقسام او كليات متخصصه لتخريج طلبه او كوادر بشريه قادره على العمل في المنطقه الصناعيه او الاقتصاديه في اقليم قناه السويس، بمعنى انهم يستطيعوا ان يعملوا بحرفيه
في الصناعات الغير تقليدية المتواجدة، كيف يمكن المؤامرة ما بين الكليات المتواجدة المتخصصة وما بين الصناعات التي سوف تقام في إقليم قناة السويس؟ تحديدا وفي جامعة السويس، الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، دي جامعة ليها اسمها، بس عايز أفرق للناس عشان تبقى عارفين وأولياء الأمور، جامعة السويس غير جامعة قناة السويس. جامعة السويس دي موجودة في محافظة السويس نفسها، لكن جامعة قناة السويس دي في الإسماعيلية، جامعة بورسعيد في بورسعيد. لكن اللي بيضيف في زي ما أنت حضرتك بتقول في جامعة السويس هو الكليات العملية، وإضافة إن في تطوير المناهج لمناهج عملية تغذي سوق العمل، بمعنى ان انا اشوف اللي انا حواليا، يعني في قناة السويس الجامعات اللي تقام لتغذي خارجيها المصانع التي تقام. انت في بداية الكلام واحنا بنتكلم دلوقتي في توجيهات الرئيسة فتحسيس لإقامة مصانع، يبقى انا عندي الخريجين بتوعي بينموا هذه الصناعات، لان انا بأمل في خلال 10 سنين اللي جاية أوفر ما يقرب من 250,000 فرصة عمل في منطقة القناة وسيناء وتوطينهم. صحيح. وبالتالي لازم يكون كمان المناهج كده. فجامعة السويس كده، جامعة الجلالة اللي بنتكلم عليها ما شفتها امبارح، لسه راجع منها امبارح الساعة 5 المغرب. تكلمي انت أقمتي في مناطق صحراوية غير لا يمكن كنت تتخيل في يوم من الايام ان يكون في جوهره علميه عمليه في هذا المكان، هتكلفها ما يقرب من 2-3 مليار جنيه، فيها 15 كليه هتبدا الدراسه فيها الشهر القادم ان شاء الله باذن الله يا استاذ عمرو. اكتوبر يعني. نعم فندم، شكرا، اتضحت الرؤيه يا استاذ عمرو، اشكرك جدا، فعلا موضوع في غايه الاهميه، وفكره التنسيق بين الجانب التعليمي والاحتياجات سوق العمل. اشكرك جدا استاذ عمرو غنيمه مدير مكتب الاهرام بالسويس، شكرا جزيلا ليك.